بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. نتكلم إن شاء الله النهاردة عن ناحية من نواحي ربنا وهي العمل الجواني. العمل الجواني. العمل الجواني هو أهم ما يمكن أن يشغل الراهب أو يميز الراهب عن غير الراهب. يعني إيه العمل الجواني؟ يعني العمل اللي جوه فكرك واللي جوه قلبك ايه اللي بتشتغل بيه من جوه. ممكن نسمي راهب انه راهب عمال وراهب بطال. الراهب العمال هو الذي يشتغل باستمرار في العمل الجواني، قلبه باستمرار بيشتغل مع ربنا، عقله باستمرار بيشتغل مع ربنا، فكره ملتصق بالله، مشاعره ملتصقة بالله. اللي ما يكونش كده يبقى تايه عن نفسه ومش واخد باله من روحه هو فيه. إن كان الرهبنة كما يقولون هي الانشلال من الكل للارتباط بالواحد، الانشلال من الكل للارتباط بالواحد، إذا العمل الجواني هو الجهاد كيف تنحل من الكل من الناحية السلبية وكيف ترتبط بالواحد الذي هو الله من الناحية الإيجابية. الذي لا يشتغل في العمل الجواني ممكن أن يترك نفسه فريسة للشياطين تلعب به مثلما تشاء. أفتكر في مرة، وربما كلكم تعرفوا القصة دي، في البستان بيقولوا كان في أخ صناعته النساخة والخط المليح، فكان ناس كتير بيقولوا عشان يكتب لهم كلمة تذكارية بخط مليح، فلما كثر عليه العمل بقى ما بقاش يكتب غير جملة واحدة: إذ كان لي عمل مع القادر على خلاص نفسي لم أتفرغ إني أكتب لكم فأغفروا لي. العمل الجواني إذا اشتغل به الإنسان ممكن أن يرتبط بفضيلة الصمت، لأن الكلام بيعطل العمل الجواني. ولذلك القديس أرسنيوس لما سئل في صمته، سئل عن صمته، قال: الله يعلم يا إخوتي إني أحبكم جميعا، ولكني لا أستطيع أن أنشغل بالله وبالناس في نفس الوقت. اللي عايز يشتغل بالعمل الجواني هيضطر يصمت. لكن طبعا في انسان بيصمت وافكاره بتشتغل في غير الله، اشتغل في إدانة الاخرين، في افكار المجد الباطل، في حاجات كتيرة تانية. ما نقدرش نسمي ده صمت مقدس. الصمت المقدس هو الذي يصمت فيه الانسان لكي يشتغل بالعمل الجواني مع ربنا. فما هو هذا العمل الجواني؟ يطلع ايه؟ العمل الجواني ممكن ان يكون المزامير، ممكن ان يكون الصلاة، ممكن ان يكون الهزيز او التأمل، ممكن أن يكون التسابيح والتراتيب، ممكن أن يكون توبيخ النفس في حضرة الله، ممكن أن العمل الجواني يكون مقاتلة الأفكار. بس عايزين
ناخد فكرة عن كل الكلام اللي بنقوله ده. العمل الجواني ممكن أن يكون المزامير، ولكن ليست كل المزامير. هناك مزامير يقولها الإنسان بشفتين وقلبه غير منشغل بها ولا بمعانيها ولا يخاطب الله فيه، لكن تعتبر عمل جواني إذا كان المزمور يمس قلبك وتشعر فيه فعلا انك بتخاطب الله وبتكلمه، يبقى ده بقى عمل جواني. جواني لانه دخل جواك، جوه اعماقك، جوه قلبك، جوه فكرك. وهكذا ايضا التسابيح ممكن ان تتحول الالحان الى نغمات موسيقيه ولا يشعر فيها الإنسان أنه يخاطب ربنا. إن أردت أن يكون لك عمل جواني ينبغي أن تصلي بفهم وتصلي بعمق وتصلي بحرارة وتصلي بتأمل وتصلي بصلة، يعني تشعر أن فيه صلة بينك وبين ربنا. وممكن الصلاة في عملها الجواني تأخذ صفات روحية معينة، يعني الصلاة في العمل الجواني إنها تكون صلاة باتضاع، صلاة بإيمان، باتضاع بإيمان، صلاة بحب، صلاة بفهم، صلاة بانسحاق قلب. في صفات كثيرة للصلاة الروحية، ويكون العمل الجواني هو كيف تكتسب هذه الصفات في صلاتك. يعني ازاي تصلي بحب، تمرن نفسك على دي ازاي؟ اهو ده العمل الجواني. قول انك تردد المزامير ده عمل خارجي بشفتيك، لكن ازاي تصلي بحب ده العمل الجواني. ازاي تصلي بإيمان بثقة بفهم بتأمل، كل دي العمل الجواني ده اللي تدرب نفسك عليه. فإن كنت ما دربتش نفسك عليه يبقى لسه ما دخلتش في الرهبنة لغاية دلوقتي، لسه انت خارج في الانسان الخارجي مش في الانسان الجواني. وكذلك التسابيح والتراتيل والاغاني الروحيه. هل القراءه مثلا هي نوع من العمل الجواني؟ أستطيع أن أقول إن القراءة وسيلة للعمل الجواني وليست عملا في حد ذاتها. يعني القراءة وسيلة تربط فكرك بالله، أو وسيلة تربط مشاعرك وقلبك بالله، فهي وسيلة تؤدي إلى العمل الجواني. أما إن كانت القراءة مجرد دراسة أو مجرد معرفة فهي لا تدخل مطلقا في العمل الجواني. إن كانت مجرد دراسة أو مجرد معرفة لا تدخل في العمل الجواني. ولهذا فإن الراهب الذي يهتم بعمله الداخلي يهتم بنوعية القراءة، كيف تكون قراءة روحية أو قراءة عميقة أو قراءة تثير فيه مشاعر معينة. فإذا وصل إلى هذه المشاعر يمكن أن يترك القراءة ويدخل في
علاقته بالله. ومن هنا كان التأمل الذي يصحب القراءة هو أهم من القراءة نفسها. يعني شوفوا العبارة الجميلة التي قالها أبونا ومعلمنا داود النبي: لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. يعني كل وصية لها سعة عجيبة مش قادر يصل إلى كمالها ومنتهاها. يبقى هنا لا تنفع القراءة السطحية، إنما ينبغي من القراءة بعمق للدخول إلى أعماق الكلمة حتى يستطيع الإنسان أن يدخل إلى العمل الجواني عن طريق القراءة. الصلاة، هل يمكن أن الإنسان يصلي باستمرار ألا يمل مثلا؟ ممكن يمل. طب يعمل إيه؟ في أنواع من الصلاة، في صلاة المزامير، وفي الصلوات القصيرة المتكررة، وفي الصلوات القلبية والطلبات الخاصة، وفي صلوات الأنبياء والقديسين، وفي صلوات أخرى. طب لنفرض ان انسان مشغول وعنده عمل، يبقى يصلي ازاي؟ كيف يحفظ نفسه في العمل الجواني؟ في هذه الحالة لا تصلح الصلوات الطويلة، انما يمكن ان تكون هناك الصلوات القصيرة وممكن المتكررة. يعني جايز واحد مثلا بيكرر عبارة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم ويقولها آلاف المرات، بتشتغل في عمل جواني من جوه. أو أشكرك يا رب، أباركك يا رب، أسبح اسمك، أي كلمة من دول، مجرد كلمة وبيكررها. كثرة تكرارها يجعل قلبه يلهج بها باستمرار، حتى إن سكت تمر في فكره وتفضل ماشي على طول. اهي كلمة واحدة متكررة، كلمة واحدة متكررة، مش ضروري حتى جملة، كلمة. الانسان اذا دخل في العمل الجواني سيكتشف عدة اشياء. سيكتشف اولا ضعفه من جهة الاستمرار في هذا العمل، ضعف، وسيكتشف اعتياد الهروب من العمل الجواني، واشتياقه الى انه يفكر في اي حاجة على كيفه، ويكتشف السرحان اللي بيسرحه، ويجد أنه محتاج إلى جهاد كبير لكي يقطع نفسه من كل فكر غريب ويلتصق فكره بالله. أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. طب كيف يلتصق بالرب؟ كل ما يجي يلتصق بربنا يلاقي فكر تاني دخل وحشر نفسه في الوسط و عايز يسيطر على ذهنه. هنا وندخل في عوائق العمل الجواني وفي محاربات الشياطين. فأول شيء طياشة الأفكار لكي تمنع الإنسان من العمل الجواني، طياشة الفكر. صدقوني
يا إخوتي، في أحيان كثيرة لا يتذكر الإنسان الأشياء المهمة التي عليه أن يؤديها إلا إذا أراد أن يصلي أو يتأمل، يلاقي نفسه افتكر حاجات مهمة جدا فما كانش فاكرها ليه قبل كده، لكن الشيطان يروح مفكره فيها بيها عشان يعطل إيه شغلته. إذا جيت تصلي هتلاقي عشرات الأفكار تطرخ باب ذهنك، وتشعر إن كل فكر منهم مهم، لدرجة واحد يقول طيب أمسك ورقة وأكتب الحكاية دي علشان أخلص منها وأفتكرها وما أقعدش أفكر فيها، ويلاقي نفسه ساب الصلاة وقعد يكتب، وبعدين يكتب عنوان الفكر يلاقي تفاصيل كثيرة جدا بطريقة تفكير خصيبة للغاية جت في ذهنه. ليه؟ عشان ما يفكرش في ربنا ابدا. افكار تطيش به من كل ناحيه، لان الشيطان قال على نفسه ايه لما سالوا ربنا في قصه ايوب، قال له شغلانتك ايه؟ قال له الجولان في الارض والتمشي فيه. فالشيطان عايز يتجول في الارض ويتمشي فيه، كل ما انسان ينشغل بربنا يقول له الجولان في الارض والتمشي فيه، ده مستعد بالنسبة للراهب يخليه يمر في كل ركن من أركان الدير وفي كل قلاية وفي كل مكان من أماكن العمل، ويروح عند الضيوف وفي كل حتة، المهم الجولان في الأرض والتمشي فيه. الفكر كيف يقطع الإنسان نفسه من هذا الفكر لكي يربط نفسه بربنا؟ هنا وأتذكر عبارة القديس يوحنا التميسي، يوحنا الأسيوطي، حينما سئل ما هي الصلاة الطاهرة فقال هي الموت عن العالم. الصلاة الطاهرة هي الموت عن العالم، يعني عايز تصلي صلاة طاهرة ملتصقة بالله لازم تموت عن كل أفكار العالم اللي عايزة تحشر نفسها جوه الصلاة وتتوهك عن العمل الجواني وتخرجت بره في حتت كتير. مقاومة الأفكار ومحاولة التخلص منها وربط العقل بربنا عايزة جهاد. أقول لك في يوم وليلة تبقى كده مش معقول، عايزة جهاد. طياشة الأفكار ده شيء، المشغوليات شيء آخر. الإنسان المشغول باستمرار ده هيعمل العمل الجواني إزاي؟ تقول هبعد نفسي عن المشغولية. أول ما تبتدي في العمل الجواني تبص تلاقي مشغولية عمرك ما كنت تفكر فيها قالت لك أنت الوحيد اللي تستطيع تقوم بهذا العمل. محاربات. المهم مش في المشغوليات، المهم في شعور الإنسان بأن المشغولية أهم من عمل الصلاة. دي أخطر ما في الأمر، شعور الإنسان أن هذه المشغولية أهم من عمل الصلاة. طب نصلي بعدين مش وقته، خلينا في المشغولية دي، دي مهمة جدا. والذي تكثر مشغولياته ممكن أن يتعطل عمله جواه. لكن مش معنى كده الواحد يخرج من الاجتماع يروح يقابل رئيس الدير ويقول له نحيني من مشغولياتي. جايز ينحيني من مشغولياته ويقعد مع الافكار الشريره، جايز قوي، لانه لم يتعود العمل الجواني. العمل الجواني ايضا عايز ايه؟ عايز تدريب طويل وعايز جهاد. وفي انسان اذا قعد لوحده يجي الشيطان يقول له تسمح لي اقعد معك ويقعد معك. من ضمن الاشياء التي تعطل العمل الجواني النسيان، الواحد ينسى. يعني هنقول هنفكر نشتغل في العمل الجواني تلاقي نسي التدريب، نسي الموضوع ده خالص وسرح سرح. ما مش محتاج الإنسان يفكر نفسه بين الحين والآخر،
من أهم الأشياء التي تضيع العمل الجواني الكلام والصداقات والدالة، الكلام والصداقات والدالة. إنسان عايز ينشغل بربنا يلاقي واحد جه قاعد يكلمه وما يبطلش كلام ويفتح موضوعات، مش قادر يسكته ويسكته يزعل ويعملها مشكلة، وجايز تبقى خصومة، وجايز يجي الفكر يقول له هتتناول ازاي وانت مزعل فلان، طب اروح اصطلح معاه يبقى نرجع للكلام. حسبما تعود الناس، حسبما تعود الناس. طبعا المفروض ان الانسان يكون له صداقات توصله لربنا، مش صداقات تبعد عن ربنا. ان كان لابد ومش قادر تتخلص من الصداقه والداله والكلام، حاول ان تحول الكلام الى اتجاه روحي. فان كان الشخص اللي قصادك مش بتاع روحيات هيزهق منك ويمشي بدون زعل يعني، وانت تلزم عليه انه يستمر وهو مش عايز يستمر لان عنده موضوعات اخرى هي بس اللي تهمه الكلام فيها، فهيسيبك ويمشي. زي احد الاباء قال اذا فات عليك واحد من الاخوة الجوالين اتطلعوا فيه فقول له انا احب اخذ بركة صلواتك وتفضل نصلي سوا، هيسيبك ويمشي ومش يفوت عليك ده. بس هو وحد فيكم يفوت على واحد يقول له يلا نصلي سوا يقول ده معتبر من الاخوة الجوالين. لكن انا بقول لكم بكلام عام يعني، او واحد يقول له صدقني يا فلان انا مقصر في مزاميري وما قلتش صلواتي ومحتاج انها متعطلة عليا من الثالثة للسادسة للتاسعة لغاية دلوقتي ما قلتش حاجة من أول باكر ما قلتش ولا مزمور يلا بينا نصلي سوا. ولا عم أنا فضيلك هيسيبه ويمشي. المسألة عايزة شيء من جهات. تقول لي طب لو زعل؟ أقول لك من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحق. إذا أحببت أي إنسان أكثر من ربنا مش هتقدر تعيش مع ربنا. يقول لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. أنا مش عايز أكلمكم كتير في العمل الجواني، لكن يعني أحب نكتفي بالكلمتين دول ونحاول أن نقاوم جميع العوائق التي تمنعنا من العمل الجواني. على فكرة ممكن إنك تعمل العمل الجواني وأنت قاعد وسط الناس، يعني جايز تكونوا مجموعة قاعدة وبيتكلموا والموت في حساب والرئيس في حساب، هما بينشغلوا بأي كلام وانت في عملك الجواني صارح في اللي انت فيه من غير ما حد يحس بيك. ولذلك الشخص الصامت من هذا النوع يشتغل روحه من جوه يكون له عمق، زي ما قيل في القصيدة اللي بتقول إن في صمتك سرا لم يرى قدس أقداسه إلا الصامتون. في صمتك سر لم يرى قدس أقداسه إلا الصامتون، يعني اللي جربوا جمال هذا الصمت وقدسيته وعمله الداخلي. لأن جايز في إنسان يكون قاعد وسط ناس وكلهم صامتين، هو صامت يعني هما بيتكلموا وهو قاعد يقول ايه الكلام اللي بيقولوه ده وبيدينهم في داخله في صمته. اللي بيدينهم في داخله ده عمل جواني مش ماشي مع ربنا. عليك ان ترقب عملك الجواني سائر في اي طريق، عليك ان ترقب عملك الجواني سائر في اي طريق، يعني افكارك متجهة اي اتجاه، مشاعرك متجهة اي اتجاه. اركض افحص صلح نفسك، وتصليحك لنفسك جزء من العمل الجواني، يعني تنقية القلب وتطهير الفكر كلها من العمل الجواني.
انك تنقي قلبك وتطهر فكرك. جايز من ضمن العمل الجواني تفتيش النفس، تفتش نفسك وتعرف اخطائك، ده عمل جواني، لانك بتدخل الى داخل نفسك الى اعماقك وترى ما فينا وماذا يجب ان تستدقيه وماذا يجب ان تبعده وتتخلص منه. تفتيش النفس جزء من العمل الجواني. نكتشف كلام لله المجد الدائم لله بدأ من نفسه.